قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة مميزة بعنوان إرساء الاستقرار المادي في المجتمع المسيحي، حيث تناولت الحلقة عبر استضافة على الهاتف مع السيد إلياس طوال حول كثير من العادات السلبية والإيجابية عند المجتمع المسيحي، وبالأخص العادات التي تشكل عبئا ثقيلا على الأسر خاصة في مناسبات الأفراح والأتراح، لكنهم بنفس الوقت حريصون على صلواتهم والشكر لله على عطاياه الكثيرة. فإلى هناك. اليوم أبونا حلقتنا بعنوان إرساء الاستقرار في المادي في المجتمع المسيحي. فالواحد لما بتطلع ممكن القراء يقولوا لنا شو هذا العنوان ومن أين المنطلق جاء. هلا احنا طبعا تعرفوا بمناسبات اجتماعية إن كان مفرحة أو إن كانت محزنة، وطريقة الصرف وطريقة الاحتفالات اللي عم بتتم وبتصير وطريقة الالتزامات الاجتماعية، وأحيانا بتكون هي مصدر فرح للبعض المقتدرين، ولكن أحيانا بتكون مصدر عبء للغير مقتدرين وبكون عبء مادي على المجتمعات. فنحن بفترة الصيف بتكتر هاي المناسبات، وكثير من الكهنة والرؤساء الكنائس والمجتمعاتنا الكليروس يتحدثون عن طريقة الصرف والبذخ وال في هذه المجتمع المناسبات الاجتماعية. ونحن ما منقول ما تفرحوش، افرحوا، والمقتدرين حابين يفرحوا يفرحوا، لكن في النهاية انت فرحك بيكتمل لما قريبك تشعر انه عم يفرح معك لانك انت كمان نظرت له. فقريبك من هو قريبك انت بتحدده، اللي هو قريبك يعني أخوك ولا ابن عمك ولا قريبك جارك ولا قريبك، يعني نعم أبعد من هذا المنظور. فنظر إلى القريب دائما، علينا أن ننظر له ويفرح معنا. فدع الآخرين كمان يفرحوا معك، مش بس إنك فرحك يضل بس للخاصة تبعونك، لكن الفرح بيكون للجميع. دكتور، العهد القديم منذ سفر التكوين من تأسيسه، فكرة الإنسان من أول ما وعي حتى بالحضارات اللي مش مسيحية والثقافات الإغريقية الفرعونية الميدل إيست والفار إيست، الثقافات اللي إلها مليارات السنين، كلها قامت على فكرة الإله اللي بيخوف وعشان نرضيه نعمل له عزيمة. كل كانت نفس الفكرة، أنهم يجيبوا خروف أو يجيبوا كبش أو يجيبوا حيوان يؤكل لحمه بيذبحوه بيقدموه قربان للإله عشان يرضى عنهم. لما يصير فيضانات، لما يصير سيول، لما يصير يقول الله غضبان عليهم، لما يصير في محل، لما يصير الله غضبان عليهم، كيف الله بيرضى عليهم؟ بيجيبوا بيعملوا هالعزيمة، بيذبحوه بيقدموه بكل الديانات القديمة. وإجت اليهودية لم تحد عن الفكرة الأساسية تقديم القرابين والاحتفالات فيها. بنشوف إبراهيم قدم الذبائح، إسحاق قدم الذبائح، يعقوب اللي هو إسرائيل فيما بعد وأصباطه كلهم قدموا. لما أخذت الفكرة الرئيسية بالمسيحية إنه القربان والاحتفال والذبيحة الحقيقية هي بشخص يسوع المسيح، والاحتفال بالزواج والاحتفال بالعماد والاحتفالات اللي نعملها بالكنيسة، خطبة، زواج، عماد، كلياتها هي الجوهر الاحتفال الأساسي فيها هي السر المقدس. نعم. طبعا سؤالك دكتورة يعني سؤال كثير مهم، لأنه حاليا عم بفوت أغلب العائلات معركة، خلينا نحكيها إذا صح التعبير. هي معركة يعني خصوصا هالفترة هاي من السنة. طبعا تأسيس عائلة هو شيء مهم، يعني خلينا نحكي في حياة الأهل حياة العروسين. هلأ اختيار منظم حفلات عنده مصداقية، عنده روح التعاون، بأن الأرسال عندهم بجت معين، عندهم يعني أسعار معينة بدون مش يطلعوا عنها، يعني بدون أي منغصات لهم،
بانه لازم نعمل عرس كبير ولازم نعمل نسعى كثير حتى الناس ترضى علينا اكثر. نعم. هلا يعني في هذه العقلية في موجودة. نعم. 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 صحيح دكتورة، احنا يعني حكم خبرتنا كمنظمين حفلات، انا الي 20 سنة بشتغل بهذا الشغل، حتى انا نقلت هاي الخبرة لزوجتي واولادي اللي حاليا معي واصبح ثاني البزنس. نعم. خلال هالفترة هاي اللي مرقت. نعم. الاغلبية لما بيجي عندنا ببداية الارتباط اللي هو الارتباط الخطوبة، واحنا بنكمل يعني بنشتغل الخطوبة ونشتغل الزواج. نعم. هلا نسأل العرسان ايش البادجت اللي حاطينه، اذا ما بدهم يصبحوا عن البادجت ممكن احنا نبلش ببادجت كبير، ممكن نرفع اذا كان طالبين هاي الطلبة. نعم. اغلبية العرسان يعني بروحوا للاشي المتوسط، خلينا نحكي كفندق 5 نجوم ولكن كارو متوسط، خلينا نحكي قاعة ممكن أو دور ممكن اندور، يعني بغض النظر. هلا دورنا احنا دور مهم تحقيق هذا الشيء. نعم. انه كل عروس تحلم من صغرها انه يكون عرس مميز امام الاهل، امام الاقارب، امام الاصدقاء، و يعني احنا واجبنا ان ننفذ هاي الرغبة عند العروس. ودور العريس هنا احنا انه يعني بده تأسيس عائلة رائعة مبنية على الصدق والمحبة في بيت. هلا اكيد احنا بنقدم بعد حجز الكنيسة ومكان إقامة الحفل بنقدم جزء من لست من الأشياء، أو نفهم شو الأفكار أو السين اللي هم حابين، إيش الإشي اللي حابينه كعرسان كثيم، يعني خلينا نحكي وقاعد نتوجه للفصل اللي إحنا فيه ونشتغل هذا الثيم حسب الفصل. وفي ناس مشتغل لهم عرس تقليدي. نعم. يعني الأعراس القديمة، ولكن حسب رغبة هذول العرسان احنا بنتوجه. نعم. اصبحت صراحة الاعراس دكتورة يعني خلينا نحكي في اعراس تسبل كاهل العرسان بالدفعات اللي بيدفعوها والبذخ وهاي الاشياء. نعم. احنا بنحكي دائما عرس صغير إليجانس مرتب راقي في مكان راقي ومرتب، مش ضروري بأعداد كبيرة، ممكن نشتغله بأعداد مختصرة، وصارت الناس تختصر لأنه صاروا يفهموا أنه هذا البذخ الزائد هو عبارة عن خلينا نحكي زيادة، يعني زي ما حكيناها في البداية هو بسل كاهل الأرسان اللي في بداية حياتهم بدهم أسسوا بيت، بدهم أساس، بدهم